تفقد دكتور خالد عبد الغفار وزير تعليم العالي امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس خلال جولته بالجامعات المصرية، وقد صاحبه خلال الجولة دكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ودكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب وعدد من المسؤولين. هذا وقد تفقد عبد الغفار لجان الامتحانات كلها واللجان الخاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الإبصار، وأشاد الوزير بالاستعدادات التي قامت بها الكلية في تنظيم لجان لتحقيق التباعد واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. ومن جانبه أكد عميد كلية الآداب على اهتمام إدارة الكلية بتيسير عملية الامتحانات على الطالب وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه الطلاب. احنا موجودين في حرم جامعة عين شمس اللي تم تطويره بشكل بديع الحقيقة، والطلاب يعني انا اتمنى انك انت تعمل معهم لقاءات ثنائية علشان ما يبقاش فيه يعني شهادة مجروحة من عندنا، لكن وجود الطلاب في الحرم الجامعي وجودهم تاني في عودة الدراسة هو بتعني كتير جدا حتى للطالب. يعني يمكن الفترة اللي فاتت تصدر المشهد بعض مجموعة من الطلاب اللي هم كانوا عايزين العام الدراسي ينتهي وعايزين ينجحوا من غير امتحانات، ولكن الحقيقة هو اللي انت بتشوفه النهاردة هو ده صورة الطالب المصري الحقيقي اللي موجود في لجنة الامتحان، هي دي صورة الإدارة المصرية اللي بتقدر انها تتعامل في ظل تحديات كبيرة جدا انها تحقق معادلة ان انا احافظ على صحة وسلامة الطلاب واعضاء هيئة التدريس، وفي نفس التوقيت احافظ على سلامة الإجراءات الخاصة بتواجدهم داخل الحرم الجامعي، واكتمال عام دراسي ناجح يقدر ان هو الطالب ينتقل من سنة لسنة ويقدر ان هو يتخرج بالتعليم اللي احنا نرتضيه كدولة بتهتم في بناء الانسان. فهي معادلة صعبة، قابلنا التحدي انا وزمايلي في مجلس اعلى الجامعات، وعشان كده تواجدنا النهارده للاطمئنان على كافة الاجراءات انها تكون على القدر اللي احنا نتمناه باذن الله. احنا مرينا بتجربة اصعب من اللي احنا موجودين فيها النهارده، بس لو تذكروا حضراتكم السنة اللي فاتت خلال الفصل الدراسي الاول او في خلال حتى امتحانات نهاية العام للسنوات الدراسية النهائية كان عندنا عدد كبير جدا من الطلاب ما يقرب من 500 ألف طالب بيمتحن في وقت واحد، وكان في ذروة الوباء، ولكن احنا يمكن النهاردة احنا بنتكلم على في ظل تناقص الأعداد اللي أعلنت عنه إدارة الأزمة، وفي ظل ان احنا عندنا الإجراءات اتعلمنا منها بشكل كويس جدا، وفي ظل ان الأهم من ده وده هو الطالب نفسه ان هو يبقى عنده الثقافة ان هو يحمي نفسه. مش ممكن هيكون في أي حد في الدنيا بيحمي كل إنسان، لكن لو لازم الإنسان نفسه هو، فانت شايف احنا يمكن في الحرم الجامعة لكن كل الطلاب ملتزمين بشكل كبير جدا بالإجراءات الاحترازية، واحنا بنساعدهم بقى من خلال اللجان الامتحان ومن خلال تواجدهم في قاعات الدرس. لو كنت معانا في كليات العملية صباحا كنت هتلاقي ايضا في ظل التدريبات العملية اللي مش ممكن تستوعب بالاونلاين، لازم نتأكد ان في دراسات معينة لا يمكن استبدالها بالتعليم عن بعد، وبالتالي الجرعات التدريبية في الكليات العملية اللي لازم الطالب ينزل لها هينزل لها، اللي نقدر نستعوضه بالنظري عن طريق التعليم عن بعد بنعمله علشان العام الدراسي يكتمل ان شاء الله بنجاح. شكرا.